انطلقت يوم أمس فعاليات المرحلة الثانية من التمرين البحري المشترك جسر 19 الذي تنفذه قوة دفاع البحرين ممثلة بسلاح البحرية الملكي البحريني مع الأسطول الشرقية التابع للقوات البحرية الملكية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يستمر لغاية يوم الخميس القادم. ويشمل التمرين على مشاركة عدد من القطع البحرية الحربية وقوارب الإسناد وسفن الإنزال ومجموعة من الطائرات العمودية وعدد من المجموعات المقاتلة لتنفيذ عدد من التطبيقات العملية والمناورات التكتيكية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين. يهدف التمرين جسر 19 إلى إثراء الخبرات القيادية والقتالية في قوات البلدين الشقيقين وصقلها وتطويرها لاستيعاب متطلبات العمل العسكري البحري المشترك لما له من أهمية ودور فعال في رفع مستوى الكفاءة العسكرية، فضلا عن الارتقاء بالجاهزية القتالية وتبادل الخبرات والمهارات العسكرية في مختلف العمليات البحرية، بالإضافة إلى تعزيز عمليات التنسيق المشترك وتحقيق التكامل المنشود في مجال العمليات البحرية المشتركة. وسيتم خلال المرحلة القادمة من مجريات التمرين تطبيق كافة الإجراءات والعمليات القيادية والقتالية وتنفيذ الواجبات المطلوبة في مثل هذه التمارين بمهارة عالية. هذا وقد وصلت إلى البحرين السفن التابعة للقوات البحرية الملكية للمشاركة في فعاليات التمرين البحري المشترك منذ مساء السبت الماضي. تمرين جسر تعبير حي وصادق يعكس المصير والهدف المشترك بين المملكتين الشقيقتين، ويأتي ضمن إطار التعاون بين سلاح البحرية الملكي البحريني والقوات البحرية الملكية السعودية من خلال تنفيذ عدد من التمارين، من ضمنها توحيد المفاهيم والتمارين التكتيكية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتدريب على أحدث الأنظمة والأسلحة للوصول إلى التكامل على الصعيد العسكري، وهذا هو الهدف المرجو من التمرين. تمرين جسر 19 اللي هو التمرين البحري الثنائي المشترك بين القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكي البحريني، حقيقة احنا وصلنا إلى النسخة 19، وصلنا إلى مستوى عالي جدا من التناسق والتناغم في العمليات البحرية، بالإضافة إلى توحيد المفاهيم وتعزيز القدرات القتالية للوصول إلى الأداء الاحترافي بين البحريتين الشقيقتين. ولا ننسى كرم الضيافة اللي غمرتنا بها قيادة سلاح البحرية الملكي البحريني، حقيقة إخوان وأكثر من إخوان نشترك في هذا التمرين لأداء العمليات البحرية وتعزيز التعاون للوصول إلى الأداء الاحترافي بين البحريتين.